السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، معكم مس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله سنة سابتة هنكمل مع بعض شرح مناكنك 6 من كتاب بيت باي بيت 2024 فصل الدراسة الأول. والنهاردة مكملين يونت 2 الوحدة التانية يا ولاد، عنوانها وي آر أول ديفرنت. وي آر أول ديفرنت يعني نحن جميعا إيه مختلفون. والنهاردة معانا آخر درسين في الوحدة ليسنز 4 أند 5، الدرسين الرابع والخامس. تمام، آخر درسين معانا النهاردة في الوحدة. الفيديو الجاي نحل التدريبات أو الاختبارات الشاملة على الوحدة كلها. بيج نمبر 84 صفحة 84. الدرسين عبارة عن رايتنج اند بروجكت اللي هو ايه موضوع الكتابة. تعالى بقى نشوف الكلمات الرئيسية معانا النهاردة. درس سهل جدا، يتنعم الله يا ولاد مشترك في القناة عشان نستنى ان شاء الله كل جديد. يقول لك سحلية ليزرد 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 ليزرد، سمكة فيش 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 فيش، قطة كات كات كات، طائر بيرد بيرد بيرد. سحلية ليزرد ليزرد ليزرد، سمكة فيش فيش فيش، قطة كات كات كات، طائر بيرد بيرد بيرد. سحلية ليزرد ليزرد، سمكة فيش فيش، قطة كات، طائر بيرد. كلمات سهلة جدا. حيوان أليف بيت اللي هو ينفع نربيه في المنزل. حيوان أليف بيت بيت بيت. فرو فير فير فير. مخلب كلو 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 اللي هي الضوافر بتاعت الحيوانات. كلو فضاء او مساحة. سبيس 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 رفاهية او سعادة. ويل بينج ويل بينج ويل بينج. نقاط بوينتس بوينتس بوينتس. يبقى بيت بيت، فير فير، كلو كلو، سبيس سبيس، ويل بينج ويل بينج ويل بينج يعني بصحة جيدة أو إيه رفاهية أو سعادة. بوينتس يعني نقاط بوينتس. عندي بقى أدجكتيفز يا ولاد الصفات. أول صفة معانا هادئ كام، والإل سايلنت. هادئ كام 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 كام. نظيف كلين كلين كلين. إيجابي بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف. سلبي نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف. ودود أو عطوف فريندلي فريندلي فريندلي. مستقلة ويعتمد على نفسه يعني independent 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 يعني لا يعتمد على الآخرين. calm calm هادئ calm calm. نظيف clean clean clean. إيجابي positive positive positive. سلبي negative negative negative. ودود أو عطوف friendly friendly friendly. مستقلة ويعتمد على نفسه يعني independent independent independent. ناعم او لين soft soft soft. جميل nice nice nice. حقيقي true true true. حاد sharp sharp sharp. سعيد happy happy happy. يبقى soft nice true sharp happy happy. الصفحة اللي بعديها 85 85. عندنا بقى الكونجيجيشن اوف فيرب، تصرفات الافعال. افعال منتظمه بالدي او الاي دي او الاي اي دي. الدي لو الفعل اخر ايه يا ولاد، والاي دي اذا لم ينتهي بالاي، والاي اي دي لو الواي قبلها ساكن بنحذف الواي ونحط مكانها اي اي دي. لكن لو الواي قبلها متحرك بنسيب الواي مكانها ونحط ايه بعدها اي دي. دي بقى افعال غير منتظمه ملهاش دعوه بالقاعده دي. قال لك ايه تحفظ كما هي لان ليس لها قاعده ثابته. يدلل بيت، طبعا ده ساكن قبله متحرك بضعف الساكن مرتين ونحط الاي دي تبقى باتد بات باتد بات باتد. بعد كده يلمس تاتش، لا تنتهي بالاي نحط لها اي دي. تاتش 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 تاتش. يحتفظ بيه او يربي كيب كيبت. افعال غير منتظمه كيب كيبت كيب كيبت كيب كيبت كيب كيبت. يعتقد ثينك ثينك ثوت ثينك ثوت ثينك ثوت. يبقى بات باتد touch touched keep kept keep kept think thought think thought. study the following يعني يا ولاد يعني ادرس التالي يا ولادي. دي اهم الجمل اللي عندك في الدرس والترجمه بتاعتها. cats are my favorite animals cats are my favorite animals. القطط حيوانات المفضله. they are beautiful with soft fur which is nice to touch. هم حيوانات اليفه او جميله بفور وناعم حسن او ايه جميل الملمس. They are clean and calm animals. حيوانات نظيفة وهادئة.
حيوانات نظيفة وإيه يا ولاد؟ وهادئة. they like people، بيحبوا الناس. but they are independent، لكنهم إيه؟ مستقلين. you don't need to take them for a walk، لا تحتاج لتأخذهم للتمشية، هم بيطلعوا ورجعوا لوحدهم عادي جدا. it's true that cats have sharp claws and teeth، من الحقيقة أن القطط لديها إيه يا ولاد؟ sharp claws يعني مخالب حادة، and teeth وأسنان حادة أيضا. they only use them، بس بيستخدمهم إمتى؟ when they are scared، لما بيكونوا خائفين. people also say when you pet a cat، بيقول لك ان انت ايه لما يكون ايه بتربي او تدرب قطه صغيره، it makes you happy، ده بيجعلك تشعر بالسعاده. بعد كده they are good for your well being too، هم جيدين ايضا، اللي هم القطط جيدين ايه لرفاهيتك وسعادتك ايضا. بعد كده language focus، اللي هو ايه القواعد اللغويه، بيقول لك بنستخدم but يا ولاد، خد نفس الرابعه، بمعنى لكن، تربط جملتين او فكرتين بينهم ايه يا ولاد؟ تناقض او تضاد، او شيء سلبي والاخر ايجابي، حاجه مثبته والتانيه ايه منفيه، تمام، او جمله مثبته والتانيه منفيه. زي I like most types of fruits، بحب كل انواع الفاكهه. but لكن I don't like mangoes، مش بحب المانجو، حاجه بحبها وحاجه مش بحبها، اربط بمين يا ولاد؟ ببط. طيب my new school is great، مدرستي ايه الجديده؟ great، رائعه. but it's far from my هاوز، يبقى جريت وفار، رائعة بس بعيدة، يبقى بط. داليا is polite، مؤدبة، and clever، but she isn't friendly، لكنها ليست ودودة. طبعا هربط ببط، تمام، ازاي كليفر وفي نفس الوقت ايه isn't friendly، يعني ايه غير ودودة. يبقى هناك الافكار، او هنا الافكار متناقضة، ولذلك استخدمنا من يا ولاد بط للتعبير عن التناقض. 86 look at the pets، انظر الحيوانات الأليفة. write the words، ده بير، ده طائر، دي فيش، ودي كات. هاني has to write about the best animal to keep as a pet، هاني بيكتب عن الايه حيوان الأليف المفضل له. read the notes to decide which are positive and are negative، الصفات الحلوة الكويسة نحط بيه يعني positive يعني ايه ايجابيه، والصفات النيجاتيف هنحط ان يعني سلبي. طيب calm ده ايه ولاد؟ بوزيتيف. clean ده بوزيتيف برضه. يوجوال فريند اللي ودوده بوزيتيف. اندبندنت مستقله عن نفسها بوزيتيف. عندها سوفت فير بوزيتيف برضه. هاف شارب تيز دي نيجاتيف، صفه سلبيه. تيز برضه ايه نيجاتيف. ويتفول جميله بوزيتيف. petting a cat makes me happy، طبعا دي برضو ايه بوزيتيف. تعال بقى نشوف الموضوع بتاع الدرس النهارده. بيقول لك اهو cats are best the best pets، cats are the best pets يعني ايه يا ولاد؟ القطط افضل الحيوانات الاليفة. cats are my favorite animals، هاني بيقول لك ان القطط حيواناته ايه المفضله. and I think they make the best pets، واعتقد ان هي افضل الحيوانات الاليفه كمان. they are beautiful with soft fur which is nice to touch، انها جميله ولها فراء ناعم جميل الملمس. they are clean and calm animals، هي حيوانات ايه ولاد؟ هادئه ونظيفه. which are usually friendly، عاده ما تكون ودوده. they like people، هم بيحبوا الناس. but they are independent، لكن ايه معتمدين على نفسهم ومستقلين. so لذلك you don't need to take them for a walk every day، مش محتاج تاخدهم تخرجهم وتمشيهم كل يوم. it's true that cats have sharp claws، حقيقي ان هم عندهم يا اولاد عندهم مخالب حاده واسنان حاده. but they only use them امتى؟ when they are scared، لما بيخافوا عشان يدافعوا عن نفسهم. people also say that when you pet a cat، بيقول لك انت لما تدلع او تربي قطه، it makes you happy، ده بيجعلك تشعر بالسعاده. so they are good for you your well being too، ده ايه جيد لايه؟ سعادتك او لصحتك ايه؟ بيخلي ايه صحتك جيده او صحتك كويسه. اربط العبارات بقى بايه؟ ببط او ايه؟ او اند. ببط، اربط ببط دايما. الاولى عملها لي، بيقول لك we want to go to the beach، عاوزين نروح الشاطئ. it's raining today، هعمل ايه؟ هنشيل النقطة دي ونحط مكانها ايه ولاد؟ بط. بنحط قبلها كوما. لذا بس السحالي make good bits، دي هخليها كوما ونحط ايه؟
but it's difficult to find food for them. هم كويسين استحالي بس صعب تلاقي لهم طعام. My new school is great. مدرستي رائعة. But it's far from my house. لكنها بعيدة. Far aside football. ملعب الكرة الخماسي. كرة القدم الخماسي. It's an exciting sport. ها نيجي هنا ونحط ايه يا ولاد. But it takes a lot of time to practice it. بتاخد وقت كتير عشان ايه تتعلم ايه تمارسها. 87. تدريبات الدرس الرابع والخامس. ده سهل جدا اصلا. تدريبات الدرسين الرابع والخامس. اول سؤال معايا برضه يا ولاد بيقول لك listen and complete. السمع واكمل. اسمعوا معايا النص. بيقول لك فاطمة likes pets. فاطمة بتحب الحيوانات الاليفة. she has a pet dog. عندها ايه كلب صغير. the dog has sharp claws and teeth. الكلب له مخالب حادة واسنان حادة. فاطمة او فاطمة سوري فاطمة takes the dog for a walk every weekend. بتاخده تمشيه في نهاية الأسبوع. The dog is calm and quiet. الكلب ده هادي ونظيف. بيقول لك ايه فاطمة has a عندها ايه يا ولاد قلنا pet dog. The dog has sharp ايه عنده شارب ايه يا ولاد claws and teeth. فاطمة takes her dog for هنا بتاخد التمشية walk every weekend. The dog is calm and quiet. هادئ quiet. بعد كده read and match A with B. cats are my cats دي مالي يا ولاد favorite animal الحيوانات المفضلة. you don't need to take them for a walk. مش محتاج تاخدهم تمشيهم. cats have القطط لديها يا ولاد sharp claws and teeth. بعد كده they like people but بيحبوا الناس لكن ايه they are independent معتمدين على نفسهم ومستقلين. سؤال اختياراتي choose the correct answer from A B C or D. number one cats are my best. الكاتس دي يا ولاد فروت فاكهة فيجيتابلز خضروات بيتس حيوانات أليفة ولا بلانتس نباتات. طبعا بيتس. when cats use their claws لما بيستخدموا المخالب بتاعتهم يا ولاد. they are verb بيكونوا ايه scare ولا scared ولا happy ولا friendly. طبعا بيكون scared خائفين. I like pizza I don't like pasta. حاجة بحبها حاجة مش بحبها. اربط بمين but to so طبعا هربط ببط يعني لك. cats are good your well being جيدين لصحتك. if ولا for ولا at ولا in. طبعا جيد ليه يعني good for. 88 reorder the words to make correct sentence. بيقول لك cats are beautiful جميلة ولها ايه يا ولاد with soft fur عندهم فار وناعم. بعد كده they are clean and calm نضاف وهادين. they are good for your well-being. أرقام وين يو بيت أكاد عندما تدل القطة it makes you happy ده بيجعلك سعيد. when you pet a cat it makes you happy لما تدل القطة ده بيخليك سعيد. اكتب موضوع بقى اكتب ايميل of about 50 words using the following guiding elements close و pet مخالب و حيوان أليف. مجاب عنه آخر واحدة صفحة الايه ولا 91. هنشوفه دلوقتي مع بعضينا. to your friend حازم بعتين لحازم تمام. طيب يبقى اكتب حازم فين يا ولاد.
حازم اروح كاتباها فين يا اولاد؟ هنا. اقول له هاي حازم، عشان اوريك كل حاجه مكانها فين، بس ايه التفاصيل بتاعه الايميل. طيب يور نيم از ماجد، انت اسمك ماجد، ماجد اتحط فين يا اولاد؟ في نهايه الخطاب. يورز المخلص ماجد. تمام. طيب يور ايميل ادرس، الايميل بتاع ماجد اكتبه جنب فروم عشان هو اللي بعت الرساله. فروم يعني من، وتو يعني الى الشخص اللي احنا بعته. احنا بعتين الايميل لحازم، فحط ايميل بتاع حازم هنا. سبجكت بقى اللي هو الموضوع، بعد كلمه اباوت بلاقي الموضوع. تمام، اباوت كاتس، عن القطط، ده الموضوع. هكتب هنا ايه؟ كاتس. جمله افتتاحيه هاو ار يو، وابدا اكلمه عن القطط. هنشوف بقى ايه صفحه 91 موجود. اهي يا ولاد جبنا الصفحه زي ما قلنا، وحازم الايميل بتاع حازم والايميل بتاع ماجد وكاتس ودير او هاي حازم وهو ار زي ما انا قلت. اي ونت تو تيل يو اباوت كاتس، عاوز اكلمك عن ايه؟ عن القطط. كاتس ار ماي فيفرت انيمالز، حيوانات المفضله. زي ار ذا بيست بيتس، هم افضل الحيوانات لدي. اي هاف ا بيت كات، عندي قطه ها صغيره. كاتس ار كام اند كلين، ابدا اتكلم جوه من الدرس. القطط دي ايه؟ هاديه ونظيفه. They are independent، معتمدين على نفسهم. They are beautiful والسوفت فير، جمال وعندهم فرو ناعم. which is nice وتاتش، جميل الملمس. They have sharp teeth، عندهم اسنان ايه؟ حاده. and claws، ومخالب. They use them، بيستخدموهم. when they are scared، لما بيكونوا خايفين. I give my cat good food، بدي القطط بتاعتها طعام جيد. I like it very much، بحبها كثيرا جدا. yours mean ماجد. تمام، اهم حاجه اعرف كل حاجه بكتبها فين يا اولاد. بكتب الايميل بتاع الشخص اللي احنا باعتينه جنب تو، والشخص صاحب الرساله اللي باعت بنحط الايميل بتاعه جنب فروم، والسبجكت بكتب اسم الايه؟ الموضوع. بعد كده هاي او دير، واسم الشخص اللي احنا باعتينه، واسمي انا بحط بعد كلمه رولز في النهايه، وابدا الايميل بتاعه بكلمه هاو ار يو. تمام يا اولاد، كده بفضل الله نكون انتهينا من شرح الدرسين الرابع والخامس، اخر درسين معايا في الوحده الثانيه من كتاب بيت للصف السادس، وكمان حلينا تدريباتهم في نفس الفيديو، كانوا سهلين جدا الحمد لله. الفيديو الجاي بقى نحل اختبارات شاملة على الوحدة كلها من كتاب بيت. انتظرونا، يسيبكم ان شاء الله كل جديد. يا ريت نعمل لايك ونشترك في القناة، وافتحوا قائمة التشغيل فيها الحل من بيت والمعاصر وجيم. تمام، وكمان اعملوا متابعة لصفحة الفيسبوك، برفع الايه الحلول دي كلها كده ايه، ورق مصور على بنرفعها ورق على الصفحة بتاعة الفيس، اسمها مس هبة رجب نفس اسم القناة. يا ريت نعمل لايك علشان افهم كده ان انتوا ايه عاوزين نستمر شرح منهج من كتاب بيت. لو ما لقيتش لايكات وتفاعل على الفيديوهات مش هكمل يا ولاد من كتاب بيت. عايزين اكمل معاكم شرح الكتاب اللي انتوا بتحبوه. كل ما تشوفوا الفيديو تعملوا لايك. اللايك مش بيكلفك حاجه، بس بيفرق ايه ان ايه بيتعرض قدام ناس سامعين، فكده عشان نستمر ايه ونكبر بكم ان شاء الله. بتمنى لكم نجاح بر والتوفيق. كانت معكم مس هبه رجب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.